الشرق الأدنى وشمال إفريقيا منطقة تموج بالأحداث، ويبدو أنها قد تبقى محط تنافس وصراع لفترة طويلة، ما يستدعي أن يواجه معها الإنسان والنبات والحيوان والبيئة من حول كل ذلك تحديات ضخمة تحتاج بشكل ملح إلى تغييرات تحولية جادة إذا ما أردنا القضاء على الفقر والجوع. لقد تعددت العوامل لتجعل من الجوع سيفاً حاداً يهدد أمن المنطقة، لتصل حصتها من إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في العالم إلى 20%، وهي نسبة مرتفعة للغاية عند الأخذ في الاعتبار أن سكان المنطقة لا يشكلون سوى 6% فقط من تعداد سكان الأرض. يلعب عدد من التحديات الداخلية والخارجية دوراً أساسياً في زيادة تفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. ندرة الموارد الغذائية في مقابل الزيادة السكانية، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن الموارد المائية المتجددة لكل فرد في المنطقة العربية بلغت نحو 650 متراً مكعباً مقارنة مع المعدل العالمي الذي وصل إلى 6000 متر مكعب لكل فرد. تدني مستويات الإنتاجية الزراعية بسبب محدودية الموارد الاقتصادية وضعف الاستثمار في التقنيات الحديثة، بما ينعكس على محدودية أنماط المحاصيل. محدودية الأراضي، حيث تحتل الصحراء 84% من مساحة منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فلا يتبقى سوى أقل القليل من الأراضي لزراعة الغذاء. الظواهر المناخية الأشد قسوة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتراجع الدخول في المناطق المعرضة للضرر. ارتفاع أسعار الغذاء بمعدلات كبيرة نتيجة للاضطرابات الحاصلة في سلاسل الإمداد الغذائية، خاصة مع اعتماد المنطقة على استيراد السلع الأساسية. جائحة كوفيد-19 التي ضربت المنطقة والعالم عام 2019، والتي كشفت بوضوح عن وجود نقاط ضعف في الأنظمة الغذائية والزراعية. النزاع الدائر في أوكرانيا، والذي أدى إلى مزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. مظاهر سوء التغذية، تشهد المنطقة العربية مظاهر وأشكال متعددة من سوء التغذية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية 54,300,000 في عام 2021، أو ما يعادل 12.2% من إجمالي سكان المنطقة، قبل أن تعصف بالمنطقة هزات كبرى ناجمة عن موجة النزاعات والثورات الشعبية. كما واصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد ارتفاعها، لتؤثر سلباً على ما يقدر بنحو 154,300,000 شخص في عام 2021، وقدرت نسبة الأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 بنحو 34.7% من إجمالي عدد سكان المنطقة. تعزيز دور التجارة الدولية لتمكين الأمن الغذائي والتغذية السليمة. يتعين على بلدان المنطقة إحداث تحول في نظمها الغذائية والزراعية، بحيث تكون أكثر شمولاً وذكاءً واستدامة وقدرة على الصمود. وهنا تتعاظم أهمية دور التجارة الدولية في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة كأحد الإجراءات الضرورية لأنظمة غذائية متنوعة وصحية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية ورقمنتها، وخفض التعريفات الجمركية لتقليل الأعباء الإدارية والمالية والزمنية لإيصال الغذاء إلى الأسواق العربية.
التحرير التدريجي للتجارة المدعوم بتدابير شبكة الأمان الاجتماعي مع ضرورة الاعتماد بصورة أكبر على التجارة الإقليمية واتفاقيات التجارة المشتركة لتجنب الصدمات، تعزيز الحوكمة ورأس المال البشري والمؤسسات لجذب رأس المال الخاص وزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة والتجارة الإقليمية والعالمية. ولكن ورغم هذه التحديات والمخاوف المتزايدة، ما زالت الفرصة سانحة لإحداث تغيير وتحول شامل للعودة إلى المسار الصحيح، الأمر الذي بدأت عدد من دول المنطقة إدراكه بالسعي إلى تهيئة أنظمتها الغذائية والزراعية لهذا التحول عبر العديد من استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية المستدامة.